الأهرامات المعجزة فهي منذ 5000 سنة وتتكون من 2,600,000 حجر متماسكة جميعها دون أسمنت. منذ 5000 سنة ووزن الحجر الواحد ما بين 3 أطنان حتى 15 طن، وسقف غرف الملك قطعة الحجر الواحدة في السقف تساوي 70 طن، وهذا بوزن قطار. ولكن كيف تم بناؤه ورفعه بتلك الطريقة الهندسية؟ ولكن قبل البدء، فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة ودعمنا بأعجاب. ارتفاع الهرم 150 مترا كناطحة سحاب من 48 طابقا. ولكن كيف تم رفع الحجر لتلك الارتفاعات الشاهقة ولا يوجد معدات حديثة مثل يومنا؟ هذا يقول بعض العلماء إن الحضارة الفرعونية كانت متقدمة وكانوا يستخدمون وسيلة سرية يلغو به الجاذبية الأرضية مثل ما تحاول أمريكا وروسيا الوصول إليها حالياً. ويحتملون العلماء أنه كان يوجد علم متقدم، والمثير للدهشة أن هندسة الممرات داخل الهرم عجيب. فالحجر منتظمة فوق بعضها ببراعة كما وصفنا من قبل، لأن الحجر وزنه 70 طن. فيعجز العلماء عن تفسير هذا. وارتفاع الهرم 150 متر والمسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلو متر، فهل هذه صدفة؟ وحدة قياس البوصلة الهرمية تساوي البوصلة الإنجليزية، ومن غرائب تلك المعجزة أنها تقع وسط قارات العالم وأوجه الهرم، متجهاً للاتجاهات الأساسية الشرق والغرب والشمال والجنوب، وليس أي شمال بل الشمال المغناطيسي. وهناك فرق 4 درجات بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي، وكان للهرم كسوة جرندية مذهلة، ولكنها انهدمت في زلازل 1301، وما تبقى منه سرق وتم بناؤه في مساجد وبيوت في مناطق مصرية مثل مدينة مصر القديمة. ويقول بعض العلماء أنه ليس مدفن للملك خوفو كما هو معروف، لأن الملك خوفو لم يكن له تاريخ مذكور. ومن الأسرار التي تم اكتشافها حديثاً أنك لو وضعت أي شيء بداخل غرفة التابوت مثل اللحوم والفواكه فإنها تجف ولا تفسد أبداً، وإذا وضعت بذور لنباتات من أي نوع فإنها ستنبت سريعاً أسرع من المعتاد. وفي النهاية سيظل الهرم معجزة يعجز عنها العلم والعلماء. ونحب أن تشاركونا آرائكم في مواضيع لكي نسلط عليها الضوء.